السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم فيديو جديد بالقناة. اليوم الخوت غادي تكون واحد الجولة صباحية في مدينة بركان. اليوم يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، راني بالقرب من الملعب البلدي ديال بركان اللي في اليسر ديالي، وهنا طبعا كاينة الثانوية ديال أبو الخير، الثانوية التأهيلية ديال أبو الخير. هنا ان شاء الله غادي نديرو بكم واحد الجوله خفيفه في مدينه بركان، شوفوا معنا كي دايره الاجواء في الشوارع ديال مدينه بركان. وصراحه بزاف ديال الناس اللي كيطلبوا مني انني ندير فيديوهات من هذا النوع، يعني نشوفوا فيهم الاجواء، شوفوا معنا كي دايره الدعوه في الشوارع في الاحياء ديال مدينه بركان، ودائما نقربكم من الجديد ديال المدينه. الخوت راه حنا في الازقه ديال الحي الحسني، هذا الحي اللي معروف في مدينه بركان، واحد من اقدم الاحياء اللي كاينه في المدينه واللي كاين في وسط المدينه، يعني راه فيه مجموعه ديال المنازل اللي كاينين من عهد الاستعمار، بحال هاد الدار اللي راه تبان لكم اون فاصليه، هادي اللي راه تبان، هادي راه من عهد الاستعمار وباقيه على الشكل ديالها من ديك الوقيته، باقيه نفسها. هاد الشارع اللي غادي ندور معاه هو شارع الامير مولاي محمد، هاد الشارع اللي كان فيه الاشغال منذ مده وكانوا عاودوا للتهيئه ديالو، وكانوا يعني عاودوا التريطوارات، عاودوا له القدرون، ولا كيمشي في جوج ديال الاتجاهات، يعني كيطلع ويهود في جوج ديال الاتجاهات. وهنا كاين طبعا المسجد ديال القدس، هو اللي غادي نفوتوا على الطرف ديالو، هذا اللي راه يبان لكم، هذا هو مسجد القدس. كما قلت لكم الخوت غادي ندير واحد الجوله في مدينه بركان في مجموعه ديال الشوارع. كما راكم تلاحظوا راه الجو مغيم هذا النهار، الجو ديال الشتاء، ان شاء الله تكون امطار الخير في الايام المقبله. اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذه البلاصه الخوت راه كانوا عاودوا لها القدرون، كانوا وسعوا هذه البلاصه باش يعني كيمشي هذا الشارع شارع واحد بنفس القياس، ويكون واحد الشارع اللي واسع كاين فين تستاسيوني لا في اليمين ولا اليسر، والسيارات عاود يمشيو مرتاحين. نخليكم تكملوا معايا هذا الفيديو، وما كرهتش تنزلوا في لي كومونتير تقولوا لي الراي ديالكم في الفيديوهات اللي كنديروا، وايضا كتبوا لي البلاصه مين راكم تفرجوا هاد القناه. نتمنى لكم فرجه ممتعه. Thank you.
الكروت راكم تلاحظوا معايا كافي رويال، الجزء اللي كان تهدم بها هو هذا الجزء اللي جاي على الطريق، وحتى الفوق داك السطح ديالها يبان لي حتى هو تهدم، ولكن القهوه باقيه خدامه، يعني ماشي تهدمت كامله، غير بغاو يوسعوا واحد الجزء من الطريق على داك الشيء، هدموها وهدموا واحد الجزء منها.